عقوبة الإعدام كفيلة بردع مثل هذه الجرائم الشنيعة؟ وهل يمكن اعتبار جرائم الاعتداءات الجنسية على الأطفال، هل يمكن اعتبارها في المغرب ظاهرة؟ وكيف نفسر مدى انتشارها ومدى تأثيرها على المستوى المجتمع المغربي؟ هي ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال في المغرب ظاهرة في تزايد مستمر، ولا يمكن لأحد إنكار هذا. لماذا؟ لأنه اليوم أصبح لنا أنترنت الذي أصبح يسهل التواصل ما بين المعتدين وبين الأطفال، ونحن نعلم جميعا على أن الأطفال اليوم الكل، يعني جميع الأطفال لديهم الولوج إلى الأنترنت، مما جعل الظاهرة في تزايد. أما بالنسبة لموضوع عقوبة الإعدام، فنحن في منظمة مطقش ولدي همنا أكبر من ذلك، لأننا نحن نعلم جيدا أن عقوبة الإعدام ليست هي من سوف تضع حدا لمثل هذه الجرائم، ولكن فقط جعلت المغاربة اليوم انقسموا إلى طبقتين، يعني صف يطالب بعقوبة الإعدام وصف آخر يطالب بعدم تطبيق عقوبة الإعدام. فهذا التقسيم نحن اليوم وكمدافعين عن الأطفال لسنا بحاجة إلى هذا التقسيم، نحن نطالب بأن نتحد جميعا كمغاربة وأن نتحد على موقف واحد، وهو إعدام الجريمة. علينا أن نطالب من الحكومة وفورا أن تضع جميع الأساليب والوسائل الناجعة لوضع حد لهذه الظاهرة، لأننا كما نعلم بأنه ليس فقط عدنان في طنجة، نعيمة في زاغورة، وعمران في الدار البيضاء، واللائحة طويلة. اليوم ماذا وضعنا لحماية العدنانيين الصغار؟ وهذا هو مربط الفرس. اليوم علينا أن نضع آلية، أو على الحكومة أن تضع آلية عدنان أليرت، ونحن اقترحنا اسم عدنان ترحما على الضحية ورمزا لكل الأطفال الذين ماتوا واغتصبوا وانتهكت طفولتهم من جراء الاعتداءات الجنسية. اليوم نتمنى أن تكون للحكومة آذان صاغية وأن تلتقط الإشارة. هل بكثير على أطفالنا؟ هل بكثير عليهم أن نوفر لهم آلية مثل عدنان أليرت؟ ونحن نعلم جيدا الدور الذي ستلعبه هذه الآلية في حماية أطفالنا.